طيب للجميع مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. تنبيه من الدرجة الثالثة سير المفعول إلى غاية أمسية اليوم على الواجهة الساحلية الشرقية. ما خلال يوم الغد فدرجات الحرارة ستعرف تراجع تقريبا على كافة المناطق الشمالية مع أجواء رعدية على الهضاب الغربية وكذلك الوسطى، احتمال بعض الزخات من المطر، لكن نسبة رطوبة عالية خلال الصباح على الواجهة الساحلية الشرقية مع أجواء غائمة جزئيا، سحب سفلية كثيفة، بينما على مناطق الجنوب الغربي الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب دائما رعود منعزلة، وآخر النهار احتمال لبعض الأمطار على أقصى الجنوب. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله تتراوح ما بين 24 إلى غاية 28 درجة الواجهة الشمالية، ترتفع على الصحراء الوسطى لتقارب 33 درجة ولن تتعدى 24 درجة على تمن الأسد. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى في تراجع تقريبا على كافة المناطق الشمالية، تقارب 30 درجة على بيجاية كذلك تيبازا، لكن 36 درجة على العاصمة تيزي وزو البويرة، 40 درجة على غليزان كذلك الجلفة، ترتفع على الصحراء الوسطى لتقارب 48 درجة حتى على منطقة الواحات. أما البحر خلال يوم الغد فمسحة الأرصاد الجوية ترتقي بحر من قليل الاضطراب إلى مطر محليا خاصة على الوجهة الوسطى والغربية، رياح معتدلة إلى قوية نسبيا غربا تقارب 50 كيلومتر في الساعة. خلال يوم الغد إن شاء الله ننتظر أمطار رعدية على فانكوفر مع 21 درجة، نفس الأجواء على نيويورك وواشنطن مع 32 درجة، موريال أجواء مغشاة مع 28 درجة، أمطار رعدية على مكسيكو مع 20 درجة، لكن طقس حار على دالاس مع 39 درجة. غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام الثامنة. أشكركم على المتابعة وإلى